ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة يا مواليد برج العقرب. مواليد برج العقرب النهاردة ان شاء الله ميعادنا مع القراية العاطفية الخاصة بيكم. بسم الله. هشوف طاقتك وطاقة الشريك ونشوف الفترة اللي جاية دي ان شاء الله فيها ايه. حبايبي مواليد برج العقرب، لو سمحت، لو كنت حد جديد معانا في القناة متنساش تشترك وتفعل زر الجرس علشان اي فيديو جديد ينزل يوصل لكم بيه اشعار. بسم الله. ولايك وشير علشان كل مواليد برج العقرب يشوف الفيديو. يلا نبدأ حالا. نيتي اسحب اول كارت لطاقة مواليد برج العقرب. برج العقرب شايفاك الفترة الجاية دي مشغول، كأن في حاجة شغلاك، شغل جديد أو زحمة شغل أصلا أنت فيه. كمان في أمور كتير هتاخد مجرى جديد في حياتك الفترة الجاية. ممكن كمان تكون مشغول بأن أنت بتتعلم حاجة جديدة أو بتذاكر حاجة جديدة. شايفة عندك طاقة عمل بجدية وشايفاك مشغول قوي، كأن الشغل واخدك والحياة واخداك. كمان شايفاك الفترة الجاية دي يعني مفيش حاجة أصلا هتبقى مهمة في حياتك قد شغلك أو قد الحاجة اللي انت داخل تشتغل فيها أو داخل تتعلمها. ممكن يكون عندك تدريب، تكون بتتعلم شغلانة جديدة أو حرفة جديدة. الطاقة بتاعتك هنا كلها انشغال وطاقة عمل. طيب تعالوا نشوف طاقة شريكك هتقول لنا ايه. بسم الله. طاقة شريك برج العقرب، بما ان طاقتك بقى انت كلها عمل، تعال نشوف هو. الله، الشريك هنا طاقته حلوة جدا جدا، طاقة علو وشأن. كأنه هيمسك مكان مرموق أو هيعلى في حاجة. طاقة انتصار، شخص منتصر، أموره مكتملة وكأنه أنجز حاجة مهمة في حياته، والحاجة المهمة دي بعد ما تكتمل هيحس إنه، خليني اقول لكم، انتقل من مكانة لمكانة اعلى. يعني حاسس هنا بالعلو والشأن وبعلو المكانة، وحاسس بفرحة وانتصار. الحاجة التانية بالنسبة للعاطفة، الشخص ده شايف انه ارتباطه بيك هيمثل او هيكمل عنده حاجة معينة. الشخص ده بيبقى مبسوط وحاسس ان انت، يعني خلينا نقول، اعظم انتصاراته سواء انت معاه او لسه هيدخل حياتك. فالشخص ده شايف او طاقته بتقول انه انت اعظم نجاح هو هيحققه، سواء هيدخل لسه في علاقة معاك او انتوا اصلا بالفعل في علاقة، او انتوا انفصلتوا وعايز يرجع لانه حس انه حياته مش مكتملة من غيرك يا مواليد برج العقرب. طيب حلوة الطاقة دي والطاقة دي، تعالوا نشوف بقى ايه اللي بيحصل في العلاقة بتاعتكم. بسم الله. طيب مواليد برج العقرب، خلينا اقول لكم الابراج
عندكم برج الجوزاء، سرطان، عقرب، تور، جدي، عذراء، تور تاني، عذراء، قوس. خلينا نقول انه لو انتم منفصلين، وخليني أبدأ بطاقة المنفصلين، انتوا انفصلتوا بسبب خداع من شخص كان في حياتكم، خداع، الشخص ده خدعك في حاجة. كمان خدوا عندكم برج العقرب، السرطان، والدلو. الشخص ده انتوا هربتوا منه في حاجة، سوري، هو هرب منكم في حاجة، وعلى الأرجح ان الشخص ده كان محطوط في مأزق بينك وبين شخص آخر، والشخص ده اختار الشخص الآخر، و دي كانت العقبة أو التحديات اللي كانت بتواجه العلاقة اللي بينك وبينه. الشخص ده كان بيقولك إنه بحبك وأنا بعشقك وإنت ليا وأنا ليك والكلام ده، ولكن إنت اكتشفت سر، يا اكتشفت يا هتكتشف الفترة الجاية. شوف، يا اكتشفت يا هتكتشف. اكتشفوا سر ان الشخص ده في حياته حد تاني. الشخص ده كان بيقول لكم انا بحبكم، انا عايزكم، وكان داخل كأنه بيتكلم جد، ولكن انتوا اكتشفتوا ان الشخص ده ما كانش بيتكلم جد، وانه كان خلينا نقول بيكذب عليك، دخل اخد منك حاجة، سرق منك حاجة، ضحك عليك في حاجة معينة، ولكن شايفاه في الفترة اللي احنا فيها دي واقف متربط ومتكتف وحزين بعد رحيلك، لان شايفة البعض من مواليد برج العقرب. لما اكتشفتوا الحكاية دي، انتوا اللي رحلتوا وسبتوا له الجمل بما حمل زي ما بنقول كده. الشخص ده واقف وشايل كل الحمول على كتفه ومتضايق، ورغم ان انت سبته ومشيت، لانه هو انت اكتشفت انه بيقارن بينك وبين حد تاني، الا انه متمسك بيك جدا وشايفاه عايز يعني يعمل ايه، عايز يصلح اللي حصل في الماضي ويعوضك عنه في الحاضر، عايز الامور تاخد مجرى تاني خالص وانت ترجع له. على ما يبدو انه البعض منكم مواليد برج العقرب، انتوا بتشغلوا منصب حلو، وانتوا اصلا حلوين ومهتمين بنفسكم قوي الفترة دي، وده مخلي الشريك او الشخص ده يعني ايه ندمان، وبيقول هو ده الشخص اللي انا كنت المفروض اكون معاه واختاره، وهو اللي كنت اقف واتباهى بيه وسط الناس واقول انا اخترت ده. لكن انا شايفة ان برج العقرب رافع سيفه عليه، والشخص ده من الماضي، وعلى فكرة ممكن يكون حد من عيلتك، حد انت عارفه يعني، ولكن انا عايزة اقول لكم انه اللي حصل ده بهروب الشخص ده كان لصالحكم. خدوا برج الميزان معاكم كمان، اللي حصل ده كان لصالحكم، لانه كنتوا ممكن اكتشفتوا ده بعد فترة، او بعد ما تكونوا ارتبطتوا مع بعض ارتباط رسمي، وكانت وقتها هتبقى كارثة. فالحمد لله انه الشخص ده يعني خرج من حياتكم في الوقت المناسب. كمان انا شايفة انه برج العقرب عندكم بدايات جديدة، في شخص جديد هيدخل حياتكم، هيمد يد المساعدة لبرج العقرب. الشخص ده هيكون بيحبك فعلا، وهتنتصر بوجود الشخص ده في حياتك، يعني انتوا هتحسوا بالانتصار وهتحسوا بالفخر انه انتوا مرتبطين بالشخص ده، وهتحسوا بفرحة جديدة، وان الشخص ده فعلا هو اللي يستحقكم. الشخص ده هيدخل حياتكم، هيكون الطاقة بتاعته او المواصفات بتاعته هيبان عليه الحب، وهيبان عليه من كلامه، من نظرات عيونه، من الأسلوب اللي هيتعامل معاك بيه. فنركز وناخد بالنا الفترة الجاية ان في حد
كويس هيدخل حياتنا، والقديم انا شايفة البعض منكم بعد ما رحل ساب القديم مش بيفكر يرجع له، ولكن ده ما يمنعش ان انت برضو كل حين ومين كده يا برج العقرب بتقعد كده مع نفسك وتفكر، مش علشان بتفكر في الشخص ده وبس، لا علشان انت كأنك بتصعب عليك نفسك قوي من اللي الشخص ده عمله فيك. انت قاعد بتفكر في حالك في نفسك، ان انت ازاي وصلت لكده او ليه وصلت لكده، لان انت اتعاملت معاه بكل حب بكل يعني ادب وبكل احترام، وده كان رده انه يكون في حياته حد تاني. والشخص ده لما اتحط في مأزق بينك وبين حد تاني اختار الحد التاني للأسف، فدي تعبتك وضايقتك وخلتك تمشي. كمان للبعض منكم انتوا رحلتوا بسبب ان الشخص ده كان بخيل، بخيل جدا، بخيل في فلوس، ممكن بخيل في الحب والمشاعر. خدوا بالكم البخل ما بيبقاش فلوس بس، البخل بيكون مشاعر، بيكون كلام حلو انه يبخل عليكي بيه او ما يقولهوش. حسيته فيه حتة الايه، الانا، وكأن الشخص ده في حتة الانا، والانا كانت عالية عنده، وده خلاه وهو معاك مش عارف قيمتك. يعني هو اصلا عارف قيمتك بعد ما انت تركته، وبعد ما كل واحد فيكم مشي في اتجاه. فدي كانت يعني اصعب تحدي في العلاقة بتاعتكم، انه يكون بخيل في المشاعر وانه يكون كمان في حياته حد تاني. يعني طب هو عندك مشاعر بتروح تقولها لحد تاني، طب وانا؟ لذلك برج العقرب يعني حزين على حالك، حزين على نفسك، ولكن في عوض من رب العالمين، في يد هتتمدلك بالمساعدة. والشخص ده يعني بصوا كده عندكم ايس فونس وعندكم ايس اوف سوردز، ده بيقول لي ان هيكون في بينك وبين حد تاني شراكة مهمة بقى، ارتباط يعني ان شاء الله، ولكن انا يعني الارتباط هيكون خلينا نقول انتوا هتحسوا فيه بالانتصار. الارتباط هيكون مرضي ليكم، وهتحسوا ان انتوا انتصرتوا على الشخص اللي سابكم وراح لحد تاني. انا شايفة فيه بدايات جديدة، والامور بتاعتك انت هتمشي على عكس ما انت كنت متوقعها، يعني هتمشي في، هتاخد اتجاه جيد جدا وهتاخد اتجاه ايجابي. وطبعا برج العقرب شايفك الفترة دي مهتم بنفسك بجمالك، بتعملي حاجة عند الكوافير، بتعملي حاجة في وشك، في شعرك، في حاجة انت بتتجملي فيها او بتعمليها. كمان بعض من مواليد برج العقرب شايفاكوا كأنكم بتوضبوا منزل، بتوضبوا بيت، بتشتروا حاجة جديدة، في حاجة انتوا يعني بتعملوها، والحاجة دي يعني كان بقالكوا كتير عايزين تعملوها وبدأتوا فعلا تنفذوا. كمان للبعض من مواليد برج العقرب اذا كنتوا رافعين قضايا على حد او منتظرين حكم محكمة، فان شاء الله الحكم ده هيكون لصالح مواليد برج العقرب، و يعني هيكون حكم لصالحكم، او الاوراق هتمشي في الاتجاه الصالح ليكم، وهتكونوا منتصرين ان شاء الله، سواء رافعين قضية او في اوراق معينة شايفاكم فيها منتظرين، وشايفة انتهاء للتحديات اللي كانت بتواجه مواليد برج العقرب في حياته عموما. وشايفة كمان في حد قديم من حياة برج العقرب بيتقدم لحياتك، بيقدم لك محبة، بيقدم لك مودة. الشخص ده ممكن يكون حد من اصدقائك القدام، لانه انا شايفة في حد قديم داخل حياتكم، وشايفاكم بتتمردوا وبترفعوا سيفكم على اي حاجة تضايقكم، واي حاجة كانت في الماضي بتزعجكم، وبتبدأوا تاخدوا خطوات جديدة. وشايفاكم يا برج العقرب بتبدأوا تركزوا في الجديد وفي اللي جاي، وده طبعا احسن وافضل ليكم. شايفة الامور العامة بتاعتكم ان شاء الله هتكون على ما يرام، واذا كنتوا اصحاب مشاريع فالفترة الجاية في شراكة، وشراكة فيها مشروع حلو، يعني خلينا نقول هتكون بداية خير وسعادة عليكم. للناس اللي هم أصحاب المشاريع هيكون وقت حلو ووقت مناسب إن انتوا تبدأوا في أي مشروع خاص بيكم. برج العقرب إن شاء الله الأمور بتاعتكم شايفاها بتتجه اتجاه
احسن وافضل، وشايفاكم هتخرجوا من التربيطه اللي انتوا فيها دي، وهتخرجوا من الماضي، والامور عندكم هيحصل فيها توازن اهو، والماضي هيتصلح في الحاضر وهيبقى احسن وافضل. ان شاء الله اموركم كلها تكون بخير. برج العقرب، دي كانت قرايتكم للفتره دي، اتمنى يا رب القرايه تكون عجبتكم. ما تنسوش حبايبي تضغطوا لايك وشير وسبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد ينزل يوصل لكم بيه اشعار، واشوفكم في فيديو جديد يا برج العقرب.